بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، كل الشكر والتقدير لحضرة صاحب السمو حاكم إمارة الشارقة نصير المعاقين بدعمه السخي لا محدود حقيقة لأبنائه وأيضا لدولة الإمارات العربية المتحدة، وأيضا تهيئته البنية التحتية للمعاقين على مستوى العالم. فنتمنى إن شاء الله التوفيق. اليوم عندنا 11 مؤسسة، 11 شهادة من 7 مؤسسات دولية من دولة الإمارات وخارج دولة الإمارات كذلك. أيضا توجد لدينا يعني تكريم لفئات كثيرة، نحن مستمرين في هذا العطاء بدعمه وأيضا دعم حكومة الشارقة لكل الفئات في دولة الإمارات، وبإذن الله لجعل دولة الإمارات عامة وإمارة الشارقة خاصة بيئة خصبة للمعاق وأيضا لذوي الإعاقة. فنتمنى التوفيق ونتمنى الأفضل إن شاء الله، ونحن مستمرين كذلك بتكريمهم وأيضا بالبحث والتحسين والاهتمام بذوي الإعاقة في دولة الإمارات ومستوى العالم إن شاء الله. كل الشكر والتقدير للقائمين والمقيمين على هذا العمل والإنجاز في دولة الإمارات وخارجها على مستوى العالم، لأن فعلا حصلنا متطوعين مهندسين ميدانيين يقومون بتقييم هذه الأشياء، فكل الشكر لهم، جزاكم الله خير.